السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه ال11 من بي تريبل ام بي، ولسه في تاني ام مولدز. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ايه هي اهم نقط لازم تحددها قبل ما تعمل قالب جديد، وايه هي المستويات الخمسه للقوالب وعمرهم الافتراضي. النهارده هنتكلم عن فكره عمل القوالب واساسيات تكوينها. خلينا نقول الاول ان كلمه بلاستيك ليها اصل لاتيني ومعناها الماده القابله للتشكيل. يبقى هي فكره البلاستيك ان انت عندك ماده بتقدر تشكلها بالشكل اللي انت عايزه، زي لو قلنا مثلا فكره عمل الجيلي، وهي انك تجيب مادة سائلة بتحطها في قالب معين، ولما بيجمد الجيلي بياخد نفس شكل القالب اللي انت حطه فيه، وبالشكل ده بتقدر تعمل اشكال مختلفة من الجيلي. ويبقى كده بمنتهى البساطة، كل ما احب اغير الشكل بتاع الجيلي اغير شكل القالب بتاعه، اصب الجيلي السائل في القالب الجديد بيجمد بياخد نفس الشكل الجديد. طيب ده بيبقى تشكيل من ناحية واحدة، اللي هي ناحية بيبقى فيها التشكيل اللي هي ناحية القالب، وناحية بتبقى مستوية. انما في البلاستيك انا ببقى عايز اعمل تشكيل من ناحيتين، فبالحالة دي بحتاج اقسم التشكيل على نصين، ويبقى عندي القالب مكون من نصين، زي مثلا ما انا عندي في عسكري الشطرنج ده. عشان اقدر احصل على التشكيل بتاعه كامل لازم اقسم الشكل بتاعه على نصين، فبالتالي القالب بتاعه برضو مقسوم على نصين. يبقى بالشكل ده انا باخد البلاستيك بصهره فبيتحول لحاجة شبه سائل، ولما بيدخل في القالب والنصين دول مقفولين على بعض من خلال فتحة صغيرة مخصصة لدخول البلاستيك في القالب، فعلى طول بيتشكل بالتشكيل بتاع القالب ده. بمجرد ما البلاستيك بيبرد بيرجع تاني لحالته الصلبة، وبتقدر تخرجه من القالب في شكله الجديد. ودي صورة من داخل الاسطمبة بتوريني الفراغ اللي بين نصين التشكيل، وباين فيها فتحة دخول الخامة، ومع استمرار دخول الخامة في القالب بيبتدي الفراغ ده يتملي شوية شوية لحد ما يملى الفراغ بتاعي كله وياخد الشكل بتاع القالب. وبعد كده تبتدي فترة التبريد لحد ما البلاستيك يفقد حرارته تماما ويبرد ويرجع لحالته الصلبة، وبكده ياخد الشكل الجديد بتاع القالب. ولو خدنا صورة تانية توضح اكتر وضع القالب في المكنة اثناء عملية الحق، وشفنا شكل تاني زي كوباية او طبق، هنلاقي ان تشكيل الطبق ده مقسوم على نصين زي ما قلنا، نص ثابت في الفك الثابت بتاع المكنة ونص متحرك عشان يديني المساحة اللي هخرج بيها واطلع المنتج بعد كده. وبرضه بيبقى في بينهم فراغ اللي بيها لما البلاستيك يدخل الاسطمبة يملى هذا الفراغ فيديني التشكيل اللي انا عايزه. ودي صورة بتوضح ازاي المنتج بتاعي بيبقى مقسوم على نصين بغض النظر عن ايه هو المنتج ده. يهمني دلوقتي اشوف ازاي بيبقى التشكيل مقسوم على نصين، ومن خلال فتح الدخول البلاستيك للاسطمبة بينتقل البلاستيك من المكنة للقالب او للاسطمبة ويملى الفراغ اللي بين النصين دول فياخد التشكيل بتاع القالب بتاعي. يبقى فكرة عمل القوالب بصفة عامة في 4 خطوات، هي ان انا بيبقى عندي قالب على نصين، بيركب القالب ده على المكنة، بيبتدي عملية الحقن وهي دخول البلاستيك من المكنة وانتقالها الى الاسطمبة من خلال الفتحة المخصصة لده. المرحلة التانية هي اكتمال ملء الفراغ في القالب اللي بين النصين والتبريد. المرحلة الرابعة هي فتح القالب لخروج المنتج وبداية دورة جديدة. وخليكم معانا الحلقة الجاية وهنعرف أول نوع في أنواع قوالب الحقن البلاستيك. سلام عليكم.